مرقة كم من يوم على موضوع الفيروس، واضح انه الموضوع جد شوي اكتر ما انا كنت عم بتخيل. في المدرسة حكونا انه وصل عنا على البلد، قلبي كثير وجعني لما شفت الاولاد عم بيطلعوا بركضوا مفكرين انهم حيموتوا. سمعت انه في مرة ماتت، بس هاي المرة عمرها 70 على الاغلب، يعني كان عندها اي مرض تاني وضحكوا علينا وقالوا لنا انه الفيروس الجديد. روحت على الدار وفي إشاعة سمعتها إنه في 30 يوم عطلة. أكيد الموضوع لصالحي أنا، بس لازم أتأكد، بلاش تكون مزحة وين واحد من الطلاب يعني. بالأول فكرت إنه بس خطر على الناس الكبار، بس هلا عرفت إنه كمان بيأثر على الناس اللي بعمري. أي حدا مناعته مش منيح الموضوع ما راح يكون بصالحه بالمرة. بس لحظة شوي، أنا ما عندي بنات دينين، يعني أي فيروس ممكن ألقطه. معقول لا لا، شو التفكير السلبي؟ قررت وزارة التربية والتعليم تعليق الدوام لـ30 يوم، فترة امتحانات هاي. يعني أكتر إشي حلو إنه ما رح أصحى بدري ووجهي نصه مش مغسل. صار مرق فترة على حالة الطوارئ، أهم إشي إني حامي حالي جوا الدار. بس أبوي طلع برا الدار يشتري أغراض، بس يروح رح أبعد عنه قد ما بقدر، ما بدي يصير لي ولا أي إشي. مرق الشهر وسحب الشهر اللي بعده، حصة الكيمياء اللي ما كنت أحب إنها تيجي صرت مشتقت لها، مع إني كنت أنام نص الحصص، بس البهدلة حلوة مرت. عم بفكر كتير بالحلزونات، أغلب حياتهم عايشين بصدفة، صرت حاسة حالي زيهم. بس كمان أنا اشتقت أشوف ناس، أي حدا برا الدار. وصلت لمرحلة إنه العاد مش عم بهمني بالمرة، ما بعرف قديش أيام مرة، حتى إحنا لسه بـ2020. اليوم أعلن الرئيس عن حالة طوارئ جديدة، أنا بدي أطلع برا البيت حتى لو انصبت بكورونا.